الشبيب فنشهد لربي أنه سيد ملك الملوك ولي النهى هو لنا رب أوحد كالسهام بيد الجبار سلاحنا صليبنا حول المسيح صرنا كلنا روحا ونفسا واحدا إنجيل ربي يسوع الحي دستور أعمال به إيماني بأعمال حي كي يتمجد الله به أنت الذي قلت من قبل أحبب قريبا وعد نحن هنا في شبيبة نحيا المحبة الأعظم جئنا لنخدم القدوس في القريب نعمل ما يلزمنا به دوما لمجد خالقي انظر روحكم ثم اعمل هو شعار الشبيبة لا تحكم قبل أن تنظر ولا تعمل قبل أن تحكم شبيبة من كل الأعمار بمواهب روحية كأعضاء متميز في جسد رأسه المسيح بملء الفم نعلن متوجين كمالكا ملك عادل ملكه للأبد يدوم أب وابن وروح قدس يعمل فينا لمجده وعذراء تشفع فينا عند الثالوث واحد. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. تفضلوا جلوس. مساء الخير للجميع. باسمي وباسم أبونا عامر والأخوات الراهبات وأبناء الرعية والشبيبة نرحب بسيادة المطران ويليام الشوملي وممثلي الأمان العام للشبيبة المسيحية في الأردن. سيدنا قبل أسبوعين تشرفنا بحضوركم بيننا من أجل تجديد الوعد الكشفي لكشافة مرشدات الرعية، وفي هذا المساء
وفي عشية احتفالنا بعيد يسوع ملك الكون، نتشرف مرة أخرى بترأسكم هذا القداس الاحتفالي الذي فيه سوف يتم تنصيب مجلس الشبيبة الجديد وأطلاق الشعار لعام 2020. معكم سيدنا نرفع صلاتنا من أجل شبيبة الرسل عامة ومن أجل مجلس خاصة، المجلس الجديد، لكي يكونوا على مثال يسوع الملك بخدمتهم، بمسؤوليتهم، بمحبتهم، أولا مع أهلهم وفي عائلاتهم، في رعيتهم، وأينما وجدوا في مكان العمل أو الجامعة. أهلا وسهلا بكم سيدنا. والآن أيها الإخوة والأخوات، لنندم على ضعفنا وخطايانا، فنكون أهلا للاشتراك في عيد يسوع ملك جميع الكائنات. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة، لأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم التبتلية، وإلى جميع الملائكة والقديسين، وإليكم أيها الإخوة، أن تصلوا لأجلي لرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. كيريا إليسون يا رب يا رب ارحم يا رب ارحم كريستا إليسون أيها المسيح ارحم أيها المسيح ارحم كيريا إليسون كيريا إليسون يا رب ارحم. المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام، نسبحك نباركك نسجد لك نمجدك، نشكرك ونحمدك أيها الرب الإله أيها الرب السماء قادر على كل شيء. المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام، نسبحك نباركك نسجد لك نمجدك، أيها الرب الابن الوحيد أيها الرب الإله حال الخطايا العالم ارحمنا، حال الخطايا العالم اقبل تضرعنا. المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام، نسبحك نباركك نسجد لك نمجدك، يا أيها الجالس من عن يمين الآب ارحمنا،
وحدك القدوس وأنت وحدك الرب، أنت وحدك العلي يا يسوع المسيح مع الروح القدوس في مجد الله الآب. وعلى الأرض السلام، نسبحك نباركك نسجد لك نمجدك. آمين. لنصلي. أيها الإله السرمدي القدير على كل شيء، يا من أردت أن تجدد كل شيء بالمسيح ملك العالمين، حرر الخلائق من العبودية فتعكف على عبادتك ولا تكف عن حمدك يا ذا العزة والجلال، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. قراءات على صفحة 285. القراءة الأولى. في تلك الأيام أقبل جميع أسباط إسرائيل إلى داود في حبرون وتكلموا قائلين: هو ذا نحن لحمك وعظمك. إنه إذ كان شاول علينا ملكا أمس فما قبل كنت أنت تخرج وتدخل إسرائيل، وقد قال لك الرب: أنت ترعى إسرائيل وأنت تكون قائدا له. وأقبل جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك في حبرون، فقطع معهم الملك داود عهدا في حبرون أمام الرب، ومسحوا داود ملكا. كلام الرب. لا. أعظمك يا إله الملك وأبارك اسمك مدى الدهر وإلى الأبد. أعظمك يا إله الملك وأبارك اسمك مدى الدهر وإلى الأبد. عندما قيل لي: هيا بنا إلى بيت الرب، ها قد وقفت أخيرا خطانا عند أبوابك يا أورشليم. أعظمك يا إلهي الملي وأبارك اسمك مدى الدهر وإلى الأبد. إلى هناك توجهت الأصباط، توجهت أصباط الرب صعودا ليصبح آل إسرائيل شهودا ويرفعوا لإسم الرب حمدا. هناك نصبت عروش للقضاء، عروش لبيت داود. أعظمك يا إلهي الملي وأبارك اسمك مدى الدهر وإلى الأبد. القراءة الثانية. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل قولوسي. أيها الإخوة، نحمد الآب فرحين لأنه جعلكم أهلاً لأن تشاطروا القديسين ميراثهم في النور، فهو الذي نجانا من سلطان الظلمات ونقلنا إلى ملكوت ابنه الحبيب، فكان لنا به الفداء وغفران الخطايا. هو صورة الله الذي لا يرى وبكر كل الخلائق كلها، ففيه خلق كل شيء مما في السماوات ومما في الأرض، ما يرى وما لا يرى، أصحاب عرش كانوا أم سيادة أم رئاسة أم سلطة، كل شيء خلق به وله، كان قبل كل شيء وبه قوام كل شيء، وهو رأس الجسد أي رأس الكنيسة، هو البدء وبكر من قام من بين الأموات
لتكون له الأولية في كل شيء، فقد حسن لدى الله أن يحل به الكمال كله وأن يصالح به ومن أجله كل موجود، سواء في الأرض وفي السماوات، فهو الذي حقق السلام بدمه على الصليب. كلام الرب. هللويا 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 هللويا. تبارك الآتي باسم الرب، تباركت المملكة الآتية مملكة أبينا داود. هللويا 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 هللويا. بشارة القديس لوقا الإنجيل الباشير. المجد لك يا رب، المجد في ذلك الزمان وقف الشعب هناك ينظر، والرؤساء يهزؤون فيقولون: خلص غيره فليخلص نفسه إن كان مسيح الله المختار. وسخر منه الجنود أيضا، فدنوا وقربوا إليه خلا وقالوا: إن كنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان أيضا فوقه كتابة خط فيها: هذا ملك اليهود. وأخذ أحد المجرمين المعلقين على الصليب يشتمه فيقول: ألست المسيح؟ فخلص نفسك وخلصنا. فانتهره الآخر قال: أو ما تخاف الله وأنت تعاني العقاب نفسه؟ أما نحن فعقابنا عدل، لأننا نلقى ما تستوجبه أعمالنا. أما هو فلم يعمل سوءا. ثم قال: اذكرني يا يسوع إذا ما جئت في ملكوتك. فقال له: الحق أقول لك، ستكون اليوم معي في الفردوس. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. تفضلوا الجلوس. الآن سوف يتم المناداة على المرشدين الروحيين ومسؤولي الشبيبة. يعين الأب عامر جبران مرشدا روحيا لشبيبة الرسل. تعين الأخت الراهبة رانيا خوري مرشدة روحية لفئتي الجامعية والعاملة والبراعم.
تعين الأخت الراهبة ميري بدر مرشدة روحية لفئة الثانوي. تعين الأخت الراهبة ليلى النمري مرشدة روحية لفئة الإعدادي. يعين حازم الشدياق حازم حداد خادما ومنسقا عاما للشبيبة. وأطلب من المنسق العام تعيين أعضاء مجلس الشبيبة لعام 2019 و2020. يعين خادم فئتي الجامعية والعاملة السيد إبراهيم مسلم والأخت فرح البواب. يعين خادم فئة الثانوي السيد ساندرو أبو خضر والأخت إجوانا شجوري. يعين خادم فئة الإعدادي السيد فوزي طاشمان والأخت ساندرا مسلم. يعين خادم فئة البراعم الأخ قيس ذياب والأخت نوال ريحاني. يعين للجنة الاجتماعية السيد يوسف البواب والأخت سيلينا شجوري والأخ مراد الريان. يعين للجنة الإعلامية السيد نجيب ذياب الأخت لين زريقات الأخت ساندرا تادرس. يعين للجنة الفنية السيد ألبرت طاشمان السيد عيسى أيوب السيد نورس البواب والأخت هبة ذياب. أيها الأبناء الأعزاء، ها نحن باسم الكنيسة نختاركم لخدمة إخوتكم في شبيبة الرسل وفقاً لمبادئ الإنجيل ووفقاً لتوجيهات رعاة نفوسكم. فهل تريدون أن تتحدوا أكثر فأكثر بيسوع المسيح وأن تثابروا على ما يجعلكم أهلاً لهذه الخدمة؟ نعم نريد. إننا نرحب بتعهدكم المقدس فرحين، فليثبتكم الرب في محبته وفي خدمته بأمانة. لنصلي. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لم آتي لأخدم بل لأخدم، هب لهؤلاء المتطوعين لخدمة إخوتهم في شبيبة الرسل أن يقتدوا بك ويتمسكوا بتعاليمك فيكونوا رسلك بشهادة سيرتهم ويعمل على تقديس نفوسهم وتقديس العالم. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. خذوا الكتاب المقدس واثبتوا على عيشه في حياتكم اليومية بصدق الإيمان والرجاء والمحبة، وليكن المسيح لكم قدوة في خدمتكم للإخوة.
والآن لنجدد وعدنا كأعضاء ملتزمين في الشبيبة المسيحية. حضرة كاهن الرعية الفاضل ونائبه، المرشدين والمرشدات وأعضاء مجلس شبيبة الرسل في رعية الرسل زرقاء الشمالي، أيها الإخوة والأخوات، قبل قليل سمعتم الأسقف يقول لهؤلاء الشباب: نحن باسم الكنيسة نختاركم لخدمة إخوتكم في شبيبة الرسل وفقاً لمبادئ الإنجيل. ونريد أن نركز على فعل نختاركم، لأن الفعل اختار هو من الأفعال التي تتردد وتتكرر كثيراً في العهد القديم والعهد الجديد. وشعار الشبيبة في الأردن لهذه السنة هو: أنا اخترتكم من العالم. لذلك نريد أن نتعمق في معنى كلمة اختار، علما بأن الفاعل في هذه الآية هو الله الذي يختار، والإنسان هو الذي يقع عليه الاختيار. ما معنى أن الله اختار في الماضي وما زال يختار في اليوم؟ في العهد القديم اختار الله إبراهيم من بين شعوب كثيرة، وعمل معه صداقة، أقام صداقة، أصبح إبراهيم خليل الله، خليل الرحمن. اختاره ووعده، وعده بأن يكثر نسله وأن يجعله أبا لشعب كبير، وبالفعل التزم الله بوعده رغم كل العثرات التي مر بها إبراهيم، وخصوصا عندما طلب منه الله بشكل مفاجئ أن يضحي بابنه الوحيد إسحاق. وكيف يصبح إبراهيم أباً لشعب كثير إذا كان يجب عليه أن يضحي بابنه الوحيد الذي منه، من صلبه، سيخرج هذا الشعب الكثير؟ هنا فعل اختار يعني ميز، فرز. اختار الله إبراهيم أي ميزه وفرزه من بين غيره، وأحبه حباً خاصاً، وقطع معه عهداً أي أقام عقداً، بموجبه يبقى الله أميناً ومدافعاً عن إبراهيم، ويبقى إبراهيم أميناً نحو وصايا الله
وهذا ما حدث بالتحديد. ويتكرر الفعل اختار عدة مرات في الكتاب المقدس. اختار الله موسى النبي وأعطاه رسالة خاصة، رسالة تحرير. موسى حرر شعبه من عبودية فرعون. وتكرر الفعل مع داود وصموئيل والأنبياء، أشعيا، إرميا، حزقيال، دانيال والأنبياء الصغار، وآخر هؤلاء الأنبياء كان يوحنا المعمدان. أما في العهد الجديد فنلتقي بفعل اختار عندما صلى يسوع طيلة الليل وفي الصباح أقام، اختار رسله الاثني عشر وأقامهم تلاميذ له، أو اختار تلاميذه وأقامهم رسلا. لم يختارهم الله لأنهم أفضل من غيرهم، بالعكس، الله ما يختار المتواضعين لكي يرفعهم، يختار الخطأ ليقدسهم. فنحن لا ندعي أننا أفضل من غيرنا إذا اختارنا الله لنؤدي خدمة في الكنيسة، سواء كانت هذه الخدمة في الكهنوت أو في التكريس أو عضوا فاعلا في الرعية. وتعلمون أن الرعية تتطلب خدمات كثيرة، منها خادم الهيكل، منها العازف، القارئ، مربي، معلم التربية الدينية، الكشاف، الشدياق، القارئ، المرتل، العازف كما قلنا. أو أن يختارني لأكون عضوا في مجلس شبيبة الرعية. إذا اختارني الله فلست لأني أفضل من غيري، ولكنه يريدني أن أصبح بنعمته رسولا وأفضل من غيري بنعمته تعالى فقط. المهم، عندما يختارنا الله لرسالة ما أن نكون مستعدين وأسخياء، فهو شرف كبير لي، لك، لك، لنا، لكم، شرف عظيم أن يقع اختيار الله علينا. اختارنا الله أي أحبنا، ميزنا، فرزنا للخدمة، ومطلوب منا أن نجيب على دعوته كما أجاب سابقونا. فصموئيل النبي قال: تكلم يا رب فإن عبدك يسمع. غيره قال: لبيك يا رب. أشعيا قال: ها أنا ذا فأرسلني. وفي إنجيل اليوم أمر غريب، يقع اختيار الله على لص. نعم، إنجيل اليوم يحدثنا عن توبة لص. لماذا تاب؟ لأن الله، لأن يسوع اختاره وأحبه وأثر فيه. فبينما كان يسوع معلقا على الصليب ويعاني جسديا ونفسيا، لص اليسار كان يستهزئ به ويضيف إلى ألامه آلاما أخرى. أما لص اليمين فشعر ببراءة يسوع وشعر بمعاناته وبأنه لم يفتح فاه أمام الذين يستهزئون به، فلمسته النعمة فقبلها. وماذا حدث؟ نظر إلى يسوع وقال له بكل تواضع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وكان جواب يسوع: اليوم ستكون معي في الفردوس. وبالفعل كان لص اليمين أول من دخل الملكوت، ليس لأنه أفضل من غيره، بل لأن المسيح يسوع أحبه وأراد أن يجعله أول المخلصين. إخوتي وأخواتي، أهنئكم أنتم الأعضاء الجدد
في مجلس شبيبة الرسل. نعم، وقع اختيار الله عليكم. منذ عمادكم أصبحتم أعضاء في الكنيسة، منذ عمادكم أصبحتم أعضاء في الملكوت، وتثبتت هذه الدعوة عندما نلتم الميرون المقدس، ونلتم مواهب الروح القدس، ونلتم ثمار الروح القدس. أعطاكم الله الكثير لكي تعطوا بدوركم لغيركم. أنتم مكلفون بأن تحملوا الرسالة وتكونوا رسلاً تجاه رفاقكم، كباراً كانوا أم صغاراً، وأنتم بذلك تبنون الملكوت وتبنون الكنيسة وتبنون الرعية. وإذ أهنئكم أدعوكم لأن تحملوا هذه الرسالة بأمانة. حضروا جيداً الاجتماع الأسبوعي للشبيبة، حضروا معاً التأمل الذي تبدأون به الاجتماع، لأن كلمة الله هي أفضل شيء تتعاملون به. وعندما أنتم تحضرون التأمل في كلمة الله، أنتم أول المستفيدين، كما قال القديس بولس: لينزل فيكم كلام المسيح وافراً. فعندما ينزل كلام المسيح فيكم وافراً ويغيركم من الداخل، تستطيعون بدوركم أن تعلموا غيركم بكلامكم ومثلكم الصالح. أشكر الأب إياد الذي دعاني لترأس هذا الاحتفال الجميل، وأدعوكم أيها الشباب وأيتها الشابات بأن تحملوا الرسالة وأن تحفظوا وعد الالتزام الذي أبرزتموه قبل قليل. آمين. نؤمن بإله واحد، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة غفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أيها الإخوة والأخوات، لقد أقيم المسيح بموته على الصليب ملكا للرحمة والغفران، فنطلب إليه الآن أن يذكرنا برحمته وأن يدخلنا في جنته. من أجل كنيسة الله المقدسة، لكي تمارس في الناس سلطاناً من سلطان المسيح، وتنشر ملكوته في قلوبهم رحمة وغفراناً، إلى الرب نطلب. من أجل أن يرى الناس في المسيح ملكاً عظيماً طيباً، لا يبدل من حقيقته عذاباً ولا يحد من سلطانه صليب، إلى الرب نطلب. من أجل أن يلتفت الخاطئون إلى عرش الصليب ويطلبوا من صاحب العرش ذكراً في رحمته ونصيباً في جنته، إلى الرب نطلب. من أجل جمهور المصلين اليوم في كنيستنا، لكي يبدل المسيح ظلام نفوسهم نهاراً
وقسوة قلوبهم رقة ولينا إلى الرب نطلب. من أجل رعيتنا العزيزة بكهنتها وراهباتها وجميع فعالياتها، نسألك يا رب أن تغمرنا بعنايتك الإلهية فنعيش المحبة والوحدة والعطاء المتبادل بكل فرح وسخاء. إلى الرب نطلب. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء أم الملك العظيم وسيدة الخلق أجمعين وتجري ذكرنا عند المسيح ليذكرنا المسيح برحمته. إلى الرب نطلب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من اتخذت الصليب عرشا والرحمة سبيلا، نسألك فاذكرنا في كل حين برحمتك، واكتب لنا في فردوسك نصيبا طيبا. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. الكتاب المقدس والشموع. كلمتك هي نور لسبيلنا، ساعدنا يا رب كي نتمسك بتعاليمك رغم الهموم والانشغالات، وأن نعلن انتماءنا إليك على مثال القديس بطرس قائلين: يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. شعار الشبيبة لهذه السنة: إنها كلمة من كلماتك التي كررتها مراراً قبل انتقالك من هذا العالم. إني اخترتكم من بين العالم، فيا كرمة الحب الأصيل ثبتنا بك كي لا ننسى أنك أحببتنا واخترتنا لننطلق ونثمر ثماراً تليق بملكوتك. صلاة الشبيبة: اقبل أيها الآب السماوي تكريس حياتنا المتجدد لك، ولتعضدنا نعمتك كي لا ننسى أننا في العالم لكن لسنا من العالم. السبحة الوردية: إنها السلسلة العذبة التي تربطنا بالله، فيا سيدة الشبيبة، يا ميناء الأمان الذي يحمينا من الغرق، إننا لن نتخلى عنك أبداً. الخبز والخمر: جئناك يا رب بهذا الخبز وهذه الخمر، ما أكثر ما ننتظره منك وما أقل ما نستطيع أن نعطيك. أعطنا ابنك وأفض علينا روحك. ترتيلي على صفحة 425. أعطيني يا ربي أمشي دربك، أحميني من نفسي واقبلني لك. سارت بي الدرب بعيدا عن عيني، ومشيت دنيا تتوق لي يدي. رداني بحبك وشدني إلي، فمن اليوم أنا ملك.
حبك وشدني إليك، فمن اليوم أنا ملكك، ها أنا ملكك. زادت في الرغبة لأكون ملكك، فاملأني دوما من حبي لك. منذ أن عرفتك استعذبت قربك، ما عدت أطلب في الدنيا غيرك. ردني بحبك وشدني إليك، فمن اليوم أنا ملكك. ردني بحبك وشدني إليك، فمن اليوم أنا ملكك، ها أنا ملكك. صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل الرب الذبيحة من يديك لمن اسمي وتمجيدي. نقدم لك يا رب الذبيحة التي بها صالحت العالم، ونتضرع إليك كي يمنح ابنك الوحيد الأمم أجمعين هبات الوحدة والسلام، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم. ومعك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي. أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. إنك مسحت بدهن الابتهاج ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، كاهنا أبديا وملكا على جميع الكائنات، وذلك ليقرب نفسه على مذبح الصليب قربان سلام لا عيب فيه، ويتم سر فداء الجنس البشري. فإذا ما أخضع لسلطانه العظيم جميع الخلائق، رد لجلالك السامي ملكا شاملا ليس له انقضاء، ملك حق وحياة، ملك قداسة ونعمة، ملك عدل وحب وسلام. لذلك إننا مع الملائكة ورؤساء الملائكة ومع العروش والسيادات ومع سائر جند الجيش السماوي نواصل التسبيح بنشيد المجد قائلين: قدوس 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 رب الصباحون السماء قدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقرب لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر ولا تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم،
هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا إكا ونعترف بقيامتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى ألام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء، منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسداً واحداً وقلباً واحداً في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم الباتول والدة الإله والقديس يوسف خطيب العفيف ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد وسائر القديسين. فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس ورئيس أساقفتنا بيير باتيستا وأسقفنا ويليام وجمع الأساقفة وسائر الكليروس والشعب الذي اقتنيت. استجب متحنين لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الأب العطوف شتات أبنائك من الأرض كله. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو نتمتع معهم بمجدك الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنع السلام في أيامنا،
وضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنا منا كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح لأن لك الملك والقدرة والمجد أبدا أيها الرب يسوع المسيح يا من قلت لرسلك السلام استودعكم سلام يمنحكم لا تنظر إلى خطايانا وضعفنا بل إلى إيمان كنيستك وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك أنت الحي المالك إلى دهر الدهور ليكن سلام الرب معكم دائما نتبادل سلام المسيح سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا حامل خطايا العالم ارحمنا يا حمل الله حامل خطايا العالم ارحمنا يا حمل الله حامل خطايا العالم امنحنا السلام هو ذا حمل الله هو ذا الحامل خطايا العالم طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي ترتيلة المناولة على الداتا شو الشبيبة إيمانون خدمة سلام وعطاء يا إلهي نحن لك جدد فينا الفداء هللويا 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 ربي يسوع أنت الينبوع بأسرارك تحينا تقدس كل الجموع بالعماد صرنا لك أبناء أحبة فتعال واسكن فينا هب لنا درب السماء هللويا 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 ربي يسوع أنت الينبوع بأسرارك تحينا تقدس كل الجموع بالقربان قد منحت لنفوسنا الغذاء
فاجعل منا يا ربي طعاما للفقراء. هللويا 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 هللويا. ربي يسوع أنت الينبوع، بأسرارك تحينا، تقدس كل الجموع. الشبيبة تنادي حييتي يا عذراء، لك منا كل الحب يا نورا ورجاء. هللويا 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 هللويا. ربي يسوع أنت الينبوع، بأسرارك تحينا، تقدس كل الجموع. ترتيل على صفحة 396. 396. ربنا المعبود خالق العباد، بالخبز يجود فيصير زاد، بالخبز يجود فيصير زاد. سلام إكرام من كل إنسان، سلام إكرام لسر القربان. ذا خبز الحياة، ذا قوت الأرواح، في كل الأوقات أكرمه يا صاح، في كل الأوقات أكرمه يا صاح. سلام إكرام من كل إنسان، سلام إكرام لسر القربان. هذا هو الفادي حمال وديع، صوته ينادي ويدعو الجميع، صوته ينادي ويدعو الجميع. سلام إكرام من كل إنسان، سلام إكرام لسر القربان. ملك الرفيع هل عني تغيب، يا كنز البديع مني كن قريب، يا كنز البديع مني كن قريب. سلام إكرام من كل إنسان، سلام إكرام لسر القربان. ترتيلي على الداتا شو. روح الله ندعوك،
تأتي في وسطنا، تملأنا بالقوة، تحيا فينا الآن. روح الله ندعوك، تأتي في وسطنا، تملأنا بالقوة، تحيا فينا الآن. أنت الروح المحيي، أنت الرب الشافي، ترشد وتعزي، سد علينا الآن. أنت الروح المحيي، أنت الرب الشافي، ترشد وتعزي، سد علينا الآن. روح الله ندعوك، تأتي في وسطنا، تملأنا بالقوة، تحيا فينا الآن. سيادة المطران ويليام الشوملي جزيل الاحترام، قدس الأب إياد بدر كاهن الرعية، قدس الأب عامر جبران المرشد الروحي لشبيبة الرسل، أخواتنا راهبات دوروثيا العزيزات والمرشدات لشبيبتنا، الأخت رانيا والأخت ماري بدر والأخت ليلى النمري، أخواتنا إخواننا في الأمانة العامة للشبيبة المسيحية وأعضاء مجلس الشبيبة وأبناء شبيبتي العزيزين على قلبي، إني اخترتكم من بين العالم. هذا هو الشعار الذي اتخذته شبيبة الرسل لعام 2020، وجاء هذا الشعار تجسيداً للرؤية التي اتخذتها الشبيبة للعام القادم. هذه الآية قالها السيد المسيح لرسله وهو يقولها لكم الآن أنتم أبناء شبيبة الرسل، إني اخترتكم، تعني أن وجودكم هنا كأبناء لهذه الشبيبة هو ليس عبثاً، بل أن الله اختاركم لا كمجموعة من الأشخاص، بل اختار كل شخص فيكم، لأن كل فرد منكم مهم ومميز ومتميز في عيوننا وعيون ملكنا سيد المسيح. لقد اخترتم من بين العالم، لكنكم لستم من العالم، لأنكم تحملون رسالة خاصة بكم. من بين العالم تعني أننا نعيش في العالم، ورسالتنا ليست لنا فقط بل موجهة للعالم. فأنتم أصحاب رسالة لا يقبلها العالم، فهي رسالة الحب، وليس أي حب، فهو الحب حتى الأعداء، حب حتى التضحية، وهي رسالة السلام والأخوة والرجاء. لذلك سيبغضكم العالم، لأنه لا يعرف معنى الحب. ولكن لا تحزنوا، هذا ما يقوله السيد المسيح، فهم أبغضوني قبلكم. فليس الخادم أعظم من سيده، ولكنهم إن قبلوا رسالتكم فهم قبلوني أنا. ونحن لنا قدرة التغيير فقط من خلال عيش رسالتنا، رسالة الحب، وأن نكون رسل نور وطمأنينة وسلام. فعيشوا هذه الرسالة في حياتكم متذكرين قوله إني اخترتكم من بين العالم. وأريد باسمي واسم مجلس الشبيبة لعام 2020 وباسم أبناء شبيبة الأعزاء
أن نتقدم بجزيل الشكر لسيادة المطران ويليام الشوملي، وذلك لترأسه القداس الاحتفالي بمناسبة احتفال الشبيبة بعيدها عيد يسوع الملك، والشكر لقدس الأب إياد بدر كاهن رعيتنا على ما يقدمه للشبيبة بروحه الأبوية التي لا تخفى على أحد منا، والشكر لمرشدنا الروحي قدس الأب عامر جبران الذي يقف معنا أخاً محباً ومرشداً لحياتنا الروحية. ولا ننسى أخواتنا الراهبات راهبات الدوروتية الأمهات والأخوات العزيزات والمرشدات الروحيات للشبيبة، والشكر للداعمين والمساندين لمسيرة هذه الشبيبة سواء عبر دعمهم المادي أو المعنوي، والشكر لجوقة الرسل لأصواتهم العذبة التي تحاور السماء، والشكر لخدام الهيكل ومسؤولهم السيد رمز البواب والذين يخدمون هيكل الرب بكل حب. ونتقدم بالشكر لموقع أبونا ولفضائية نور سات والذين قاما بتغطية احتفالنا هذا، والشكر للأمانة العامة للشبيبة المسيحية لمشاركتنا هذا القداس الاحتفالي ممثلة بمنسق الشرق الأوسط السيد أنطون بوالصة وزوجته مسؤولة فئة الإعدادي في الأمانة العامة السيدة إنجود زيادات، والشكر لأعضاء المجلس الذين قدموا استقالاتهم لظروفهم الخاصة الأخت ضياء الريحاني والأخ فادي الشوملي والأخت روان البواب، لكم منا كل الاحترام والتقدير على ما قدمتموه من خدمة لشبيبتكم، والشكر لأعضاء الشبيبة السابقين الحاضرين هنا والغائبين والذين لولا تضحياتهم لما استمرت الشبيبة لهذا اليوم. وأخيرا أتقدم بالشكر لجميع الحاضرين هنا من أبناء رعيتنا تحت هذا السقف الواحد، سقف بيت الله الذي يجمعنا ويوحدنا بحضوره معنا. وأدعو الأهل الكرام لأقول لكم، إن أردتم أن تصقلوا شخصية أبنائكم وتجعلوهم ينمو على الإيمان المسيحي وتعليم السيد المسيح لتحافظوا عليهم من مغريات هذا العصر التي تبعدهم عن دينهم وأخلاقهم فيصبحوا فريسة عدم اللامبالاة بنمو إيمانهم، لذلك ندعوكم لترسلوا أبنائكم إلى شبيبة الرسل بفئاتها المتعددة لينموا تحت ظل كنيستهم فيعيشوا إخوة وأخوات مسيحيين بالقول والفعل ويسيروا على خطى السيد المسيح. وأنتم أبناء شبيبتي شبيبة الرسل أقول لكم، اذهبوا وانشروا رسالة المحبة والسلام في رعيتكم ومجتمعكم وفي كل مكان تطأه أقدامكم ليروا أعمالكم فيمجد أباكم السماوي، متذكرين أن من يقبلكم يقبل سيدكم ومعلمكم يسوع المسيح، متشددين ومتقوين بكلمته إني اخترتكم من بين العالم. كل عام وأنتم بألف خير. أدعوكم الآن ليستة الشكر طويلة بس يستحق كل منهم الشكر. نقف كلنا أبناء الشبيبة والرعية نصلي صلاة الشبيبة واضعين أيدينا على قلبنا متأملين في كلمات هذه الصلاة. أبانا الذي في السماوات، إنا نكرس لك شبابنا ونقف على خدمتك نفوسنا، فامنحنا إيمانا نتغلب به على الفساد، لنصون على الطهارة قلوبنا ونتمم على الدوام مشيئتك. أعطنا أن نكون للإنجيل شهودا أمنا، فنكون رسل نور وطمأنينة وسلام. أبنا أن نكون في كل حين إخوة أو في حبيب، كما أحبنا الناس كما أحبنا. آمين. يا سيدة الشبيبة، لنصلي
ها قد تغذينا بطعام الخلود، فنسألك يا رب نحن المعتزين بالخضوع للمسيح ملك العالمين أن نحيا في ملكوته المجيد إلى الأبد، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدوس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. ترتيل على صفحة 502. تذكار بسيط من شبيبة الرسل لأعضاء المجلس الذين قدموا استقالاتهم. الأخت ضياء الريحاني، والأخ فادي الشوملي يستلمها عنه أخوه طارق الشوملي، والأخت روان البواب تستلمها عنها الأخت فرح البواب. وتذكار بسيط لسيدنا من الشبيبة. السلام يا سلطان